الكثير من الأشخاص تسألني هذا السؤال، رضا، كم من المال علي استثماره لبدء البيع على موقع إيباي؟ أو حالتي المادية ليست جيدة كفاية لبدء البيع على الموقع؟ وفي هذا الفيديو سأريكم طريقة يمكنكم استخدامها لبدء البيع على موقع إيباي دون الحاجة لاستثمار المال. في موقع إيباي يمكنك بيع تقريبا أي شيء تريده، مثل عبوات فارغة، هواء نقي من الجبال، رمل من البحر، أو حتى حجر التقطته من الشارع. في بداية مشروعك على موقع إيباي ليس عليك بالضرورة شراء كمية كبيرة من المنتجات واستثمار الكثير من الأموال، خصوصا إذا حالتك المادية لا تسمح بذلك. يوجد العديد من المنتجات تباع على موقع إيباي وتكلفة شراؤها يساوي صفر. أنا شخصيا ابتدأت ببيع عبوات فارغة أو عبوات قطر فارغة، وكنت أربح منها مبالغ جيدة. عدا عن ذلك، أنا متأكد إذا بحثت في بيتك عن منتجات لا تستخدمها ستجد الكثير منها. فلماذا أنت تخزنها ببيتك؟ هذه أموال ملقى على الأرض، لماذا لا تبيعها وتستثمرها لمشروعك التجاري؟ فقط من هذه العمليات البسيطة يمكنكم تجميع أرباح كفاية لبدء شراء منتجات جديدة لبيعها وربح المال منها. لذا ابدأوا بالبحث عن منتجات لا تستعملونها في بيوتكم، وأنا متأكد أنكم ستجدوا العديد منها، حتى المنتجات التي لا تعمل أو مكسورة. لا تنسوا أن تضغطوا سبسكرايب على قناتنا لمتابعة جميع الفيديوهات التي ستعلن أسبوعيا على القناة، وجميع هذه الفيديوهات ستكون متعلقة بربح المال عبر موقع إيباي وأمازون. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وسأراكم في الفيديو آخر.